شروط الصلاة 9. دمون شرطنا نهدي. الشرط الأول الإسلام. أولنا شرط إسلام دي. فلو صلى المشرك فصلاته باطل. كشرط مشرك سلا منزوكي داغي منز باطل دي. صلى من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، الصلاة باطلة. تشوك رسول الله سمت كنزلي كي الله رب العالمين تكنزلي كي أو منز كي دي منز باطل دي. صلى من يعبد القبور، من يطوف بها، من يدعوها من دون الله، لا تقبل صلاته حتى يتوب. چدہ قبر نہ طواف کیو د قبر نہ غواڑی د اللہ نہ بغیر د بل چا نہ غواڑی منز باطل لے تراغی پوری چ توبہ و بازی. الشرط الثاني العقل، فلو صلى المجنون فصلاته باطله. دویم شرط عقل دے ک چرتا لیوانے منز کی منز باطل دے. نعم، والصلاه السكران من باب اولى باطله. ہم دا رنگ د نشئی جو نشئی حالت کی پر طریقہ اولا سر د غی منز باطل. نمنع السكران من شرب الخمر ونامر بالصلاه. نشئی تبا چکم دے دی حکم کو چا غد نشینا منشی او مود لرش. الشرط الثالث من شروط الصلاة درام شرط دمون دا شرطنونا التمييز ليس البلوغ، يعني التمييز يعني يميز بين الأشياء، يعرف انه هذا ماء وهذا نار، تقول له قم يقوم، اجلس يجلس. تمييز فرق كول بلوغ نا، بلکه تمييز دا شاين و بمانس که فرق كيج دا و بدي دا وور دا پاسا كينا پا دي طولو بانده پوئيگي دا فرق. هل تصح صلاة الصغير؟ آية ده ما شوم من صحيح ده؟ نعم، إذا كان يميز وفرق بين الأشياء فصلاته صحيح. بالكل تكلا غد الشين ومنسك فرق ولا شيء ده غي من بالكل صحيح. وإذا كان لا يفرق بين الأشياء فصلاته باطلة والله أعلم. أو كشرط الشين ومنسك فرق نشك ولا نبيع من باطل ده والله أعلم.